تقديرا لمن أثروا الحياة الفنية في مصر والوطن العربي وتخليدا لذكراهم، جاء افتتاح وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني لمتحف رواد الفن المصري عقب تجديده وتطويره ليصبح المتحف الأول من نوعه في الوطن العربي والذي يجمع داخله مقتنيات رموز الفن. أنا بشكر كل الناس اللي اشتغلت في تطوير المكان ده وفي الحفاظ عليه وفي تجهيزه، لأن ده تاريخنا ودول أساتذتنا اللي اتعلمنا على أيديهم وكانوا قدوة لأجيال كتير قوي. بشكر قطاع الإنتاج الثقافي وعلى رأسه الأستاذ خالد جلال المبدع اللي دايماً بيفاجئنا حقيقة بأفكار جميلة وأداء متميز على المستوى الفني والثقافي. وبنعلن افتتاح المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. وهنا بالمتحف يمكنك أن تشاهد مجسمات لتوفيق الحكيم وصلاح جاهين وغيرهم من كبار الأدباء والفنانين، كما يمكنك أن تشاهد أيضا بعض أزياء الفنانة الراحلة سهير الباروني التي ارتدتها في أعمالها الفنية، كما يمكنك أن تشاهد أيضا جواز السفر للفنان الراحل المنتصر بالله وساعة يده الشخصية وغيرها من المقتنيات لكبار الفنانين الراحلين. احنا فخورين جدا، ده أولا أنه بابا يعني تحسي أنه هو موجود، يعني الحاضر الغائب، ان الناس تيجي تشوف حاجة من حاجاته، او مش بس اللي هم كانوا بيشوفوها على الشاشة، لا هي موجودة اوريدي، ممكن يشوفوا حاجات من حاجاته. شعور بصراحة حلو جدا ولا يوصف، لان ستيل الفنان المصري هو اللي اسرى الحياة الثقافية والفنية في العالم كله، فأقل حاجة تهيألي ان هو يكون لي في الاخر نقول للاجيال الجديدة الرموز دي موجودة عندنا وليهم متحف وليهم مقتنيات وبنحتفي بيهم. خطوة جميلة وعظيمة وجريئة وفي وقتها تماما، لأن احنا كنا بنتكلم كتير عن التراث وعلى القيم والرموز الفنية وفنانيننا العظام العظماء اللي هم أسسوا مصطلح القوة الناعمة وكان لهم دور في إسراء الحركة الفنية، مسرح وسينما وموسيقى وغناء وكله. الحقيقة النهاردة بنعمل متحف ومع مشاركة الدولة، أو الدولة هي بنشارك الدولة في متحف مقتنيات مهم جدا هتتبعه خطوات لحماية التراث الفني وحماية الفنانين. إذن فالمتحف هو لمسة وفاء وتقدير لمن أثروا حياتنا الفنية على مدار عقود طويلة. لمياء موافي، التلفزيون المصري. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم لآخر فقرتنا الحوارية في هذا الصباح، وزي ما احنا استمعنا في التقرير السابق هنتكلم عن أول متحف لرواد ورموز الفن وما أحوجنا إلى هذه الأمور في الحقيقة في ظل التنوع والثراء لدى الفنانين المصريين على مر التاريخ، وبالتالي لابد من يعني تجميع هذه المقتنيات وهذا التاريخ في متحف من يمكن التعرف عليه بالطبع للجميع وعلى هذه السيرة والإنجازات التي تحققت خلال الفترات الماضية من قبل هؤلاء الفنانين وما أكثرهم، يعني وما أحوجنا إلى أن نسلط الضوء على هذه النماذج خلال هذه الفترة في الحقيقة. لا تحل أن نتعرف على تفاصيل هذا الأمر وأهميته مع ضيفتي الكريمة في هذه الفقرة الأستاذة هانم الشربيني، وهي الكاتبة الصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون. برحب بحضرتك أستاذة. أهلا بحضرتك. يعني فكرة وجود أول متحف لرواد ورموز الفن، أهمية هذا الأمر من وجهة نظرك؟ طبعا رموز الفن بيعتبروا قوة مصر الناعمة، يعني احنا بنتكلم حوالين فكرة مقتنيات بتشمل أزياء بتشمل أوراق بتشمل، يعني هي ثقافة مصر، يعني الفنانين عندما يرحلون يتركون مجموعة من المقتنيات وهذه تشكل يعني ثمار للأجيال الجديدة. ومثلا في زيارتي الأخيرة مثلا لمتحف أم كلثوم، يعني إذا مثلا خدنا متحف أم كلثوم كمثال يدلل على قوة هذا المتحف الجديد، يعني أنه
احنا ام كلثوم ملأت العالم العربي وزورها مثلا ياتون من كل العالم العربي. انا اصطحب اطفالي ايضا يعني لهذا المتحف. لماذا نذهب لمتاحف الكبار؟ لان المتاحف تمثل ثمره ثقافيه، نجد فيها اوراق نادره، نجد فيها ربما مسودات اعمال، تفاصيل حياه الفنان، وبالتالي بنقترب اكثر من الشخصيه ونقترب ممن احباب يعني احببناهم على الشاشه الصغيره وفي السينما، ونقترب من عالم الفنانين الذين رحلوا يعني مثل نجيب الريحاني وغيره وغيره وغيره. يعني طبعا الخطوه دي تبقى يعني نسلط الضوء عليها ازاي يعني حتى يتم ترويج لمثل هذه المتاحف ومثل هذه الاعمال يعني، وهذه الرموز هي باقيه بالفعل واعمالها ما زالت باقيه، واعمال يعني جميله يعني تظل باقيه وجميله مختلفه عن كثير من الاعمال اللي احنا بنشهدها في الفتره الاخيره، وبالتالي اللي احنا كيفيه الترويج والتسويق لهذه المتاحف وهذه الاعمال. انا شايفه انه دلوقتي السوشيال ميديا الفيسبوك يعني ان انا اعمل محيط اكبر، اعتقد التكنولوجيا لها دور كبير وبالذات انه برضو بعض المتاحف وزاره السياحه بتعمل الحكايه دي وبحبها جدا ان بتعمل زياره افتراضيه، فلو يعني الزياره الافتراضيه فكره جميله لترويج الافكار ويعني واتساع محيطها بحيث ان هي تشمل العالم العربي وكل العالم. يعني انا بشوف الزياره الافتراضيه ده اجمل حاجه ممكن تتسلط على المتاحف من هذه النوعيه. طيب لو كلمنا بقى عن الفنان احمد زكي تحديدا، وانت مختص في هذا الامر ومهتميه بقصه مقتنياته واعماله بشكل كبير وتجميع هذه المقتنيات، يعني اهميه هذا الامر كمان من انطلاقا من هذا الفنان العظيم طبعا، وماذا تحقق وما هو المطلوب ايضا خلال الفتره القادمه؟ هو انا اصدرت يعني منذ ايام فقط كتاب اوراق احمد زكي. هذا الكتاب يعد هو يعني الكتاب الاول في سلسله ان شاء الله هطرحها للجمهور حوالين فكره احمد زكي، وهو بيسلط الضوء حوالين مقتنيات احمد زكي لاني عايز احفظ مقتنيات احمد زكي من الضياع واوثق اللي انا شفته خلال رحله ضياع مقتنياته. وضياع مقتنيات احمد زكي بيحط لنا خطوط عريضه كبيره جدا حوالين فكره لازم يسن قانون من الدوله لحمايه حقوق الفنانين من الضياع، لانه طبعا لا اخفيك سرا ان كثير من الفنانين يعني تصبح مقتنياتهم بعد وفاتهم في الشارع وتصبح عرضه لتجار الربابيكيا، وتذهب المتاحف تذهب اوراق الفنانين الكبار للهواة من الدول العربية الذين يجمعون التاريخ ومهتمين به ويدفعون مئات يعني مئات الملايين ربما في هذه الأوراق والوثائق. ولكن أنا قدت حملة صحفية هدفها الرئيسي أنه المقتنيات هي ملك وتاريخ جمعي لابد أن تحتفظ به الدولة في متاحفها يعني. وبالتالي أنا شايفة أن أحمد زكي مكانه هو متاحف الدولة، ولذلك أنا من أول بقالي سنين بحارب لفكرة أن المقتنيات تصبح في مسارها الصحيح. يعني ويعني المقتنيات فيه هل تم العثور بقى في ظل بعض المقتنيات اللي سمعنا اللي هي كانت مفقوده والحاجات زي كده، هل في خطوات عمليه لاستعاده هذه المقتنيات في جهه مسؤوله معينه عن اللي هي يعني الحفاظ عليها؟ يعني ايه المطلوب عشان صحيح نوصل لهذا؟ هي وزاره يعني الثقافه بالفعل وزاره الثقافه تسلمت بعض مقتنيات احمد زكي، ولكن هناك العديد من المقتنيات عند اصدقاء احمد زكي، يعني مثلا خطابات متبادله، ففي خطابات ارسلها احمد زكي لاصدقائه. وهذا العالم بقى انا بصفتي الصحفيه وبصفتي مهتمه بتراث احمد زكي فانا بحاول اجمعه، يعني بحاول اجمعه واوثقه في كتب. وانا نفسي طبعا من محبين احمد زكي ومن اصدقائه ان هم يعني يتبرعوا بهذه الاوراق المهمه، ربما خطاب، ربما كلمه على ظهر صوره. هذا تاريخ يعني هذا تاريخ شخصي وتاريخ بيبين لنا كواليس الاعمال. يعني مثلا احمد زكي ممكن على صوره عبد الناصر مثلا بعت للصحفي الكبير محمد بركات الى زمن البراءه والحلم الجميل بخط احمد زكي وهكذا. طيب فكره اللي هي التوثيق بقى في الكتب والحاجات زي كده، يعني زي ما انت حضرتك بتتعاملي مع الفنان احمد زكي برضه اهميتها كمان للفنانين الاخرين ايضا، وفي فعلا لديهم تاريخ ايضا نحتاج ان احنا نسلط ونوثقه بشكل كبير جدا بحيث يكون طبعا بشكل متداول مع تعاقب الزمن. مع تعاقب الزمن بيصبح الفنان فريسه للاشاعات. يعني مثلا شفنا قريب مسلسل نجيب الريحاني وحصل لغط كبير جدا على السوشيال ميديا حوالين التاريخ الحقيقي لهذا الفنان. ربما انا لجأت شخصيا لقراءة مذكرات نجيب الريحاني ووجدت الكثير عن هذا الفنان واحببته واحببت حتى الكتابة عنه، لكن وجدت ان هذا التاريخ يعني ما يكتبه في المذكرات ضئيل جدا وبحثت اكثر، ففرحت جدا في متحف الرواد انه يبقى فيه مقتنيات لنجيب الريحاني. فهذا يعني هذا الكم من المتاحف بيوصلنا لأكبر كم من المعلومات حوالين التاريخ الحقيقي للشخصيات الفنية، وخاصة الشخصيات الفنية بيدور حواليها كثير من اللغط يعني كثير من الإشاعات، ربما الصدق بيكون قليل جدا في الرواية.
يعني كلنا التاريخ هو رواية يعني في الآخر، فالرواية الرسمية بقى يعني نقدر زي الرواية الحقيقية والرواية الصادقة حول التاريخ. طب أهم المشكلات اللي أنت شايفاها اللي هي بتعوق هذا الأمر التواصل إلى هذا التاريخ والتوثيق الحقيقي لهذه الأحداث؟ المشكلة بتكمن في عدم سن الدولة قانون بيحمي هذه المقتنيات، فبتذهب للورثة وبعض الورثة ما بيكونش عندهم الدراية الكافية بطريقة التعامل مع هذه المقتنيات الفريدة. يعني مكاتب يعني المكاتب الفنية لكثير من الفنانات، وإحنا الفنانين والفنانات بنشهد مثلا ضياع مقتنيات سمير صبري قريبا، يعني ذهبت لتجار أيضا وأحمد زكي من قبله، وبالتالي يعني ده بيهدد كل مقتنيات الفنانين من اوراق، وفنانين مش قليلين يعني، او مش درجه ثالثه، لا احنا بنشوف ده على مستوى النجوم الكبار يعني. فهذا التاريخ يعني محتاج من الدوله تدخل حاسم بالذات في غياب الورثه، لان مثلا احمد زكي ليس له وريث سوى يعني بعد وفاه هيثم، يعني مقتنياته اصبحت في مهب الريح. ف يعني 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 مشكلة كبيرة جدا ان الدولة ما اتدخلتش، عشان وحسن كامي مثلا مكتبة الفنان حسن كامي لاحظنا ايضا ضياع هذه المكتبة النادرة التي يعني لا يقدر تاريخها بثمن، فده مشكلة بتتكرر يعني مع كثير من الفنانين. فلازم الدولة طبعا تزود هذه المتاحف وتزود عددها، وربما تنتقل الى قصور الثقافة ليصبح هناك وحدة متحفية تلتحق بقصور الثقافة، بحيث ان المحافظات كلها يبقى فيه متاحف، فنقضي برضو كمان على مركزية الثقافة الواحدة مثلا في القاهرة والجيزة، ويعني بحيث ان الموضوع يبقى اشمل يعني كل وطبعا برجو من الاسر الفنانين ان هم طبعا يراعوا ان هذا التاريخ ليس تاريخ شخصي، هو تاريخ ملك للمجتمع باكمله. طيب فكره كمان دور النقابات، يعني نقابه الممثلين، النقابات الاخرى، المهن السينمائيه وغير ذلك، هل لها دور في هذا الامر او مطلوب منها اي لا حاجه؟ لا تملك اي قوه فعليه على الارض، وطبعا هناك يعني لا نسمع سوى صراخ على الفضائيات بضياع مقتنيات هذا الفنان واخر نتيجه لعدم وجود وريث او نتيجه لغياب يعني غياب فكره التعامل مع هذه المقتنيات الفريده. وانا ارجو كمان ان الفنانين في حياتهم يبقوا حريصين جدا مثلا على التبرع ببعض اوراقهم او ببعض مقتنياتهم، لان المقتنيات فريده جدا وبتوثق كمان. يعني كمان عندنا الفنانين في مشكله ان هم خلال العمل ما بيوثقش لنفسه، يعني يعني بيبقى خلاص سايب الحاجات للورثه، لكن نفسي بقى كمان في حياه الفنانين النجوم اللي احنا بنشوفهم نعمل متحف لنجوم هم عايشين، مش لازم لما يرحلوا تبدا فكره عمل متاحف. يعني ممكن نعمل متحف يعني بيضم تراثها، يعني هذا الفن الرفيع اللي احنا عايشين وبنستمتع باعمالهم والنجوم السينما الكبار. يعني يعني انا نفسي مثلا اشوف مثلا حاجات الاستاذ يحيى الفخراني، انا مثلا يعني نفسي اشوف مثلا اوراقه، نفسي هو بيحتفظ بمكتبه كبيره وقد زرت بيته، نفسي مثلا اشوف بعض الكتب اللي بيقراها، يعني ده كله بيبين لنا تاريخ شخصي موازي للتاريخ الفني. طيب فكرة كمان يعني تسليط الضوء على هذه المتاحف والاستفادة من بعض هذه الأعمال أو هذه التجارب عموما بشكل عام لتطوير العمل السينمائي خلال الفترة القادمة، خاصة اللي احنا ربما في انحدار أو هبوط، بلاش نقول انحدار، يعني هبوط في مستوى بعض الأعمال المقدمة للأسف الشديد، وبالتالي إذن دول كن نماذج نسلط عليها ضوء لي يعني خروج اعمال بتتناسب مع ذوق المجتمع في نهايه المطاف. طبعا احنا طبعا بنتكلم عن حقب فنيه مختلفه، هذه الحقب الفنيه بتمتد مثلا لقبل العصر الملكي، يعني مثلا نجيب الريحاني مثلا مقتنياته معروضه وهو مثلا كان حاضر يعني قبل العصر يعني قبل ثوره يوليو، وطبعا الفن كان مختلف، يعني ايام دايما نقول ايام الابيض والاسود، الفن مختلف تماما ولسه بنشوفه لغايه دلوقتي، يعني لسه افلام عبد الحليم تشاهد، لسه افلام فريد الاطرش تشاهد، لسه افلام نجيب الروحاني تشاهد، هذه بس. لكن الاجيال الجديده بقى، يعني انا بخاف على اولادي صراحه، يعني انا بخاف على اولادي من فكره ان انا اسلمهم للشاشه دلوقتي، فهذا امر محير جدا انه يعني مفاهيم الاسره. ولكن اعتقد ان الدوله بدات يعني مؤخرا تنتبه لهذه الفكره وبدات تروج في الاعمال لفكره مثلا التنمر وغيرها من الافكار المهمه اللي بتمس حياتنا وبتمس حياه الاسر المصريه. طيب فكره كمان اللي هي التعاون او توسيع الدايره بقى كمان والترويج لهذه المعارض او المتاحف داخليا وخارجيا، وانت احنا كمان كنت بحضرتك بتقول ان في بعض الدول العربيه برضو كمان في بعض مقتنيات ربما تكون قد وصلت لبعض الفنانين وغير ذلك من الامور. هناك الكثير من الهواه في العالم العربي، وانا محتكه جدا بالهواه على فكره وبعالم الهواه، وقمت بعمل سلسله صحفيه يعني اخيره بتوثق هذا العالم، عالم الهواه الذين يحتفظون بتاريخ شخصي
من الأوراق والمستندات، والهواة طبعا هم رجال أعمال بالضرورة يعني، لأنه الأموال يعني لازم، هذا الأمر بيحتاج لأموال طائلة يعني الاحتفاظ بأوراق الفنانين. ونجد في العالم العربي كثير من الهواة ومعروفين بالاسم ويتفخرون بامتلاك جوازات سفر وأوراق رسمية تخص الفنانين المصريين، وأنا يعني بدمع لما بشوف الحاجات دي، لأنه يعني طبعا هو طبعا ده ملك مصر يعني أكتر، وبيحفظ القوى الناعمة يعني القوى الثقافية، وربما تسرب أوراق زي يعني هؤلاء الفنانين عن طريق مثلا عامل في بيتهم، او تسربت يعني بفكره الفقدان لمكتبتهم او فقدان لاعمالهم باي شكل من الاشكال يعني. يعني بتخرج بشكل يعني مش عارفين ازاي بتحصل، يعني ازاي بيحصل ان تراثنا يباع للعالم العربي، يعني اوراق الفنانين مثلا، جوابات خطابات المعجبين، او اوراق بتخص مثلا كواليس الاعمال او عقود الاعمال الفنيه، كل هذا تاريخ مهم جدا لابد من الحفاظ عليه يعني. طيب احنا يعني طبعا نتبنى هذا الامر، ممكن نقطه لهذا المتحف لرواد والفن وطبعا والفنانين بشكل عام، ممكن يكون كمان بيحافظ على هذا التاريخ وهذا التراث لديهم في خلال الفتره القادمه. انا بشكرك على هذا الحال استاذه هنا الشربيني، الكاتبه الصحفيه بمجله الاذاعه والتلفزيون. شكرا. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا معاكم لنهايه هذه الفقره وفقرات هذا الصباح. يتجدد اللقاء وموضوعات جديده ومتجدده. دمتم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء. We'll be right back.